ان احنا جايين من لبنان ومنتشرف بالزياره للعراق لزياره ابو عبد الله الحسين. وبالنسبه للاجراءات الامنيه كانت بشكل يعني حريصين على سلامه المواطنين بالعراق، وخدمات الله يأجركم ويتقبل اعمالكم، وان شاء الله ان شاء الله كل سنه بتضلوا بهذه الهمه. يقدمون يوميا من 4000 حبة دجاج، يقدمون الكباب 12000 إلى 16000 يوميا، صيخ كباب. الشاورما الآن هذا القص 2 طن يوميا، طنين 2000 كيلو. هذا كله من عند أبا عبد الله الإمام الحسين عليه السلام بجهود المؤمنين الخيرين. بس يا خويا بنومتك موقف ذكرته